هينات ويدي يسوس خريستوس سيلا استرافها كبرى وهاتا يا هاسو ما هو نوريه بوتا هين جنزاب زهمات انت زهمات كبرى انت عز كبرى ودهاستا كبرى يسوس خريستوس أبيتو أمسكن أبيتو كتي أمسكنو إلهي أبيتو أمسكن أبيتو أمسكن أبيتو أمسكن مش يخاف مش يخاف انا راهب رايح دير براموس دير براموس جوه خالص هناك في وادي النطرون انا جاي من اثيوبيا للسودان ومن السودان لمصر دي حدود مصر والسودان طب يلا دير براموس يا سيد سلام يا ابونا في راجل عايز يقابل قداستك هو شكله كده من السودان ولا ايه اقول له يجي خليك يا ابونا
اسم اب وولد ومنفس قدوس اهادوا املاك امين. ابونا زب سميات يتقدس اسمك ثم ساء من جستك ويكون فك ادك بكما بالسماي كما هو بمتري سي سيني زلاله التنا هافنا يوم. خير يا ابويا؟ انا عايز ابقى مونوكوس في دبره براموس. انت من الحبشه يا ابويا؟ اثيوبيا. نيبال. نيبال اثيوبيا. طيب انت راهب؟ ما ولما انت مش راهب يا ابويا امال عايز تروح الدير ليه؟ اللي بيروح الدير هم الرهبان وبس. ابقى راهب ازاي من غير دير؟ مش لازم اروح الدير عشان ابقى راهب. كلامك معقول يا ابويا؟ كلامك معقول. كتر خيرك سيدنا. بص يا ابني، في بره واحد اسمه رفائيل من الحبشه زيك برضه، طالب الرهبنه في دير البراموس. انت تروح وتاخد بعضك انت وهو وتخلى ابونا يوسف لكم تروح دير البراموس ازاي؟ وربنا يباركك يا حبيبي. سلام يا سيدي. سلام يا ابني. شوف يا ابويا، صعب تروحوا على الدير على طول. أنا أفضل إنكم تطلعوا من هنا على كفر داوود البحيري. على فين؟ كفر داوود، ومنه على الخطاطبة، ومن الخطاطبة على الدير. كده الطريق بقى أسهل، وإن شاء الله توصلوا بالسلامة بإذن يسوع. إن شاء الله. هتروحوا على فين؟ كفر داوود. أيوه. البحيرة. بعدين؟ الخطاطبة. أيوه. وبعدين دير البراموس. دبرة براموس. دبرة براموس. ربنا معاك. انت منين يا حبيبي؟ انا من الحبشه ابانا اثيوبيا. وانت منين؟ من اثيوبيا ابانا. وانتم جايين زياره؟ جايين تزوروا الدير؟ انا عاوز ابقى راهب في دير برموس. بس انتم اغراب، مين بعتكم على الدير؟ ابا يؤنس. في جواب معاكم؟ لا، ما معكوش جواب تزكيه من سيدنا. ازاي اقبلكم في الدير؟ يعني ايه؟ انتم تزوروا الدير وتاخدوا بركته وترجعوا تاني. مش زي يعني ازاي ارجع تاني يا حبشه ماشي؟ انا جاي من حبشه ماشي عشان ادخل دير براموس. لا، ديره كتير يا حبيبي. دير براموس دير عدرا ام النور. امي ام النور. انا جاي مخصوص عشان ادخل دير براموس. دير عدرا. اسمك ايه؟ جبرة صادق يا ابانا. وانت اسمك ايه؟ رفائيل يا ابا. جبرة يعني عبد، وصادق يعني المسيح. خد عبد المسيح واخوه رفائيل وشوف لهم حته يناموا فيها وربنا يعمل الصالح. حاضر. اتفضل. تعالى يا ابونا رفائيل. يا ابونا عبد المسيح. لا، انا مش اقعد في قلايه، انا اقعد هنا تحت الكنيسه. تقعد هنا فين يا ابونا عبد المسيح؟ انا استريح هنا. شكرا شكرا. استريح هنا فين؟ كده انا استريح كده جنب الكنيسه. شكرا شكرا. ايه، سكنتهم يا ابونا شنوده؟ ايوه ابويا، بس الشخص اللي اسمه جبره مرضيش ينام جوه القلايه. امال عايز ينام فين؟ معرفش، هو عايز ينام تحت السلم جنب منارة الكنيسة. ازاي ينام تحت السلم؟ مش عارف، هو قال كده انا هستريح. شكرا يا ابني شكرا. انا قلت ابونا عبد المسيح يبقى ابونا عبد المسيح. ابونا
اشتغل جبرة اشتغل. راهب يشتغل يشتغل كتير يحاربوا شيطان واحد. راهب ما يشتغلش يحاربوا شياطين كتير. اشتغل جبرة اشتغل اشتغل جبرة اشتغل اشتغل. حفظت اللي قلناه امبارح؟ حفظت كله ابا يوسف. احفظ مزمور، مزمور يحفظك. حافظ مزامير كله 150 مزمور، انا احفظهم كله. الرب يحفظك ويباركك. طب سمعني كده مزمور الاول. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الاشرار، وفي طريق الخطاه لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، ولكن في ناموس الرب مسرته. مزمور الراعي، مزمور 23. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراعي خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه القدوس. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي. أشكرك يا إلهي الذي في السماوات لأنك قبلت جبرة في بيتك، بيت عدرا أم النور. أشكرك يا إلهي لأنك عرفت جبرة طريق، طريق بيتك دير برموس. يا رب يا يسوع، أنت قلت تعالوا إلي متعبين، وأنا جيت ليك، جيت ماشي من حبشة لدير برموس عشان أعرف طريقك يا رب. وقلت كمان يا يسوع أنا هو طريق، وأنا عاوز أعرف الطريق، عاوز أعرف طريقك فين يا يسوع. يا ربي أنت علمت جبرة يصلي ويقول ويكون فكى أدكة بكم أبا سماي كمهوبة مدي. يعني مش في ملكوت بس في السماوات، كذلك على أرض. يا رب عاوز أعرف طريق ملكوتك من هنا، من على أرض. مين يعرفني ده يا رب يا يسوع؟ يسوس خريستوس. يا رب جبرة من غيرك يا يسوع مش يساوي حاجة. ساعد جبرة خريستوس عشان يعرف طريق خلاص، طريق يسوع. بسم أب وولد ومنفس قدوس أهاد وأملاك آمين. أبانا ذا بسمياء، يتقدس سمك، تمساء من جسدك، ويكون فتى أدب حكمة وسماء. يا ابونا الموضوع مش سهل زي ما انت فاكر. مش يخاف أبا يوسف، مش تخاف، أنا معايا يسوع خريستوس، تخاف من إيه؟ يا ابونا أنا واثق من إيمانك وقوة احتمالك، وواثق كمان أن ربنا هيكون معاك في حياة الوحدة. لكن يا ابونا. لكن إيه أبا يوسف؟ لكن إيه؟ أنت مش يخاف، أنا معايا يسوع خريستوس، وبعدين أنا عايز أقعد في المغارة لوحدي، فيها حاجة دي؟ أنا فاهم قصدك كويس يا ابونا، بس مش عارف إزاي أخلي ابونا بسليوس يوافق. ليه؟ ليه ابونا بسليوس مش يوافق؟ انت قول له بس هات موافقه بتاعه وانا اروح اقعد في مغاره لوحدي. طب انت هتروح فين يا ابونا؟ دلوقتي في ابونا مينا ساب مغاره بتاعه ونزل مع رهبان، انا اقعد في مغاره ابونا مينا كم يوم لغايه ما انا اعمل مغاره لوحدي، فيها حاجه دي؟ طب ابونا انا هكلم ابونا بسليوس واحاول اخليه يوافق. طب تجرت في روحي تلف في قلبي، تذكرت الايام ونا عبد المسيح. انت ايه معادك هنا؟ ما بشوف. تعال في ايه؟ انا مستنيك عشان اصلي معاك صلاه بكر. تعال تعال راكب المزمور استجب لي يا رب عاجلا يا روحي، لا تحجب وجهك عني فرحانه. اسمع يا رب.
يا ابا يوسف عملت ايه؟ بصراحة ابونا بسيليوس رافض خالص، مش عايزك تخرج من الدير خصوصا ان احنا في حالة حرب. يا رب يا يسوع المسيح، احنا رهبان حبشة نحب نعيش في مغارة في صحراء. ابا باسيليوس رئيس دير براموس مش يوافق اعيش في صحراء، اعمل ايه يا رب يسوع المسيح؟ انا كلمت ابا يوسف يكلم ابا باسيليوس، هو مش يوافق، اكلم ابا شنودة هو يقول له يتصرف معاه. أبا شنودة في أبونا عبد المسيح. أنت رايح لأبا باسيليوس؟ أيوة. أبا شنودة، أنا عاوز أقعد في مغارة برا الدير، وكلمت أبا يوسف عشان يكلم أبونا باسيليوس مش موافق، أنت كلمه عشان يوافق أقعد في مغارة برا الدير وأبقى أجي وأروح. ربنا يعمل في الخير. شكرا ابا شمد. صلي لي يا ابوي. يا رب وافق. اوافق ازاي؟ لا 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 لا، مش ممكن اوافق. يا ابونا باسيليوس، الرهبان اللي بيجوا من الحبشة واخدين على حياة الجبل، يعني حياة العزلة والتوحد، وبعدين أبونا عبد المسيح عارف هو بيعمل إيه، أقصد يعني هو أكيد شايف هو بيعمل إيه. سيبه يا أبويا، كل واحد عارف طريقه للملكوت. يا أبونا أنت عارف الحياة في الجبل شكلها إيه، ولو وحش هجمع كده ولا كده أنا ما أقدرش أتحمل مسؤوليته. لا لا لا، وأنت عارف إن الجبل مليان وحوش. طب أنا عندي فكرة، خليه يقعد في قلاية أبونا مينا، أهي فاضية وهقدام عينينا. يا أبونا أنت عارف إن أبونا عبد المسيح ده أجنبي مش مصري، والبلد في حالة حرب، دي مسؤولية صعبة علي. أبونا اعتبر الموضوع منتهي. على إذنك أبويا. يا رب وافق أبا باسيليوس. يا رب توافق. رب بردي اقعد في مغارة واروح وارد فيها ايه؟ بس خير ابا شنودة، خير. كل حاجة بأولها يا ابوي. يعني مش موافق. ابن الطاعة تحل عليه البركة. برضو مش موافق. انا عارف هو خايف عليا، مش عايزني اطلع برا الدير. أبا باسيليوس أنت ما بتزهقش يا أبونا عبد المسيح؟ أنا قلت لك لا يعني لا. أبونا شنودة، أبوك عبد المسيح ما يخرجش من الدير، أنت فاهم؟ كده أبا باسيليوس؟ ما تزعلش يا أبونا عبد المسيح، ربنا عارف هو بيعمل إيه. وربنا عارف أنا هعمل إيه. باسم آب وولد منفس قدوس أهدوا أملاك أمين. خلاص يا رب يسوع المسيح، أبا باسيليوس مش يوافق إني أعيش في مغارة في صحراء. أنا هتصرف يا أم النور، أنت سامحيني يا أم النور، أنا هتصرف، سامحيني يا أم النور.
يا ابونا عبد المسيح، يا ابونا عبد المسيح. ابونا بسليوس خير؟ لقيتوا ابونا عبد المسيح؟ ما لقيتوش، دورت عليه في المكان بتاعه وفي كل مكان في الدير ما لقيتوش. هو من امتى مش موجود؟ من امبارح مش موجود. اكيد هرب وراح قليت ابونا مينا، لما يحتاج اكل او ميه هيرجع تاني هنا، واحنا ان شاء الله نتصرف معاه. أبا مينا يا براموسي، أنا قدام مغارة بتاعك، أنا عارف إن أنت زعلان ومشيت من الدير، أنت وستة رهبان، في خلاف بسيط، أصل عدو الخير بيحارب، لكن إن شاء الله هترجع قريب وكل شيء يبقى كويس. أنت سبت مغارة بتاعك زي بعضه، لكن هترجع إن شاء الله. بس أبا مينا، أنا كنت عاوز استسمحك اقعد في مغاره بتاعك لغايه ما ترجع، عشان انا هعمل مغاره بتاعي جنب منك. انا خالفت اوامر دير براموس، خوفت اوامر ابا باسيلوس، نطيت من على السور. ابا مينا سامحني، معلش، هو يسامحني. انا اقعد في مغاره بتاعك لغايه ما ترجع. ابا مينا ماشي، تسمح لي؟ عالم ثاني واللي يحب يعيش مغلوب، عالم فاني وكله حروب، واللي يحب يعيش مغلوب، وقلوب التايبين بتسيبه وتروح للي جعلها تتوب، تشبع بكلامه المكتوب. أنا مش عارف أشكرك إزاي حضرة الضابط على اللي عملته ده. ولا شكر ولا حاجة يا أبونا، إحنا بناخد بركتكم، وعامة زمانهم جايبين وجايين. أنت ما تعرفش أنا قلقان عليه قد إيه، هو فاكر إن أنا بعمل ضد. معلش هم جابوه جايين. إيه ده؟ مين قال لكم تربطوه كده؟ فك إيديه بسرعة، تتجننتوا؟ وهو ماله ولد ده؟ وده ماله كمان؟ أنت قلت هاتوا جبر عبد المسيح، هو يجيبوا جبر عبد المسيح، ده يطيع أوامر. احنا اسفين يا ابونا، انا قلت لكم تعملوا فيه كده. سامحنا يا ابونا. كده ابا باسيلوس كده امسكوا جبر عبد المسيح زي حرامي؟ سامحني يا ابونا، ما كانش قصدي. لذا فانا اخلي مسؤوليتي امام قداستكم، واطلب حكمكم في تولي افعال ابونا عبد المسيح.
ببركة حكمتكم. صلي من أجلنا ومن أجل أبنائك. ابنك باسيليوس. سامحني يا سيدني، أنا مش فاهم سر ابتسامة قداستك. أصل أبونا باسيليوس مش فاهم إن حال أبونا عبد المسيح زي حال كل رهبان الحبشة، يحبوا يعيشوا في المغاير والكهوف ويحبوا حياة الوحدة. ابعت لهم يا أبونا قول لهم ما يضايقوش أبونا عبد المسيح ويسيبوه على راحته. حاضر يا سيد. أشكرك يا ربي يسوع المسيح، أشكرك يا أم النور. معلش أبا باسيليوس، أنا عملت خطأ لكن ربنا يسامح. إحنا أصل متعودين نعيش في مغارة في صحراء، من هنا إن شاء الله إن شاء الله أبا باسيليوس بتبدأ حياتي مع ربنا يسوع كريستوس. أنا مشيت من حبشة ماشي 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 جنب نيل مصر عشان اجي هنا دير برموس، دير ام النور، عشان اقعد في مغارة في ارض مصر، اخد بركة بركة من ارض مصر. يا ربي يسوع مد ايدك نجيني، خد جبر خريستوس في حضنك، مش تسيبني لوحدي. بسم الله وولد ومنفس قدوس أهاد وأملاك آمين. دكتور طمني الحالة عاملة إيه؟ ما أكدبش عليك الحالة ما تطمنش. يعني يا دكتور مش هتقدر تمشي تاني على رجليها؟ عندها ضمور في الأعصاب وأنت عارف السن والشيخوخة. طب قول يا دكتور أنا ممكن أسفرها بره مصر وأعرضها على أي دكاترة، بس اهم حاجه تقوم على رجليها تاني، دي والدته ماليش غيرها. ايه ده بس يا شكري بيه، ان شاء الله كله هيبقى تمام، اهم حاجه انها تمشي على الدواء اللي انا كاتبه لها. ان شاء الله دكتور. قول لي يا شكري الدكتور قال لك ايه؟ قال لي ان انت زي الفل يا ماما، دول شويه التهابات بسيطه وان شاء الله تتحسن وترجعي زي الاول. لا يا ابني انا حاسه ان المره دي مش زي كل مره، الظاهر ان خلاص ايامي قربت. لا يا ماما ما تقوليش كده بعد الشر عليك، ان شاء الله بس انت تواظب على العلاج وان شاء الله تتحسني وترجعي زي الاول. كان نفسي اشوفك متجوز ومتهني وبعد كده اي حاجه تحصل مش مهم. ما تخافيش يا ماما ان شاء الله تشوفوني متجوز ومتهني وتشوف عيال وعيال عيال ان شاء الله يا ماما. عارف يا ابونا، ابونا عبد المسيح وحشني قوي، انا ما شفتوش غير مرتين اتنين بس من ساعه ما جيت الدير. اصل ابونا عبد المسيح عايش في المغاره بتاعته اللي في صحراء السوريان. طب هو مش هيجي تاني خالص؟ مين قال لك كده؟ بس ابونا عبد المسيح بيجي كل سبت من كل اسبوع يملى صفيحة المايه بتاعته وياخد اكله كل اللي هو عايزه ويروح على مغارته تاني. ياه ده راجل باكة قوي. Thank you.
مين الراجل ده يا ابونا؟ ده الراهب ابونا عبد المسيح الحبشي البراموس يا معلش يا ابونا سامحني. الراهب ده بقاله كتير قاعد في قلايه بره الدير. بيقول ان قاعد في قلايه ابونا مين؟ كان دلوقتي قاعد في قلايه تانيه لوحده. الراهب ده يفكرك بايام الانبا انطونيوس والانبا بولا والناس البركه دي. لكن القعده في الصحراء خطر عليهم، وبعدين الحرب شكلها كده على الابواب. ربنا يحميه. بس برضه تنبهوه يا ابونا. احنا اللي ننبهه؟ امال مين اللي ينبهه؟ سلام يا ابونا. اقعد حضرة الظابط. ايه جاي تقبض عليا تاني ولا ايه؟ لا يا ابونا، ده انا كنت جاي يعني. ايه يا اخي جاي تعمل ايه؟ انت مش يفكر مش يفهم، انت نفذ اوامر وخلاص. لا يا ابونا صدقني، ده انا قلت يعني كنت متضايق جدا من اللي حصل ده، قلت اجي استسمحك واخد بركتك. خلاص خلاص، يسوس خريستوس معاك وربنا يشفي المريض اللي عندك في بيتك. مش يعمل كده تاني، وربنا يشفي المريض اللي عندك في بيتك. ايه ده؟ ماما فين؟ الست الكبيرة اللي كانت هنا فين؟ الحمام. انا هنا ماما. شكري. انت واقفة على رجليك؟ ايوة يا حبيبي. اصل وانا نايمة جات لي كده زي رؤية، هاتف، حلم، حد بيقول لي قومي قومي اقفي على رجليكي. ما كنتش مصدقه نفسي، قلت لا ده انا لازم بحلم. وبعدين حركت رجليا لقيتهم اتحركوا، رحت قايمه على طول. فكرك يا ابني مين اللي قال لي كده؟ انا عارفه مين اللي قال لك كده، انا عارفه عارفه. انت ايه وعاوز انت كمان؟ في طفل، في ولد. انت بتدور على طفل تايه وسايب بيوت وادي النطرون كلها وجاي تدور عليه عندنا هنا؟ انت مش يسيب مراتك. في طفل، في ولد، مش يسيب مراتك. في طفل، في ولد. مراتي انت يا جدع. اهلا ابا انطونيوس. ازيك يا ابونا عبد المسيح، عامل ايه؟ بقالك مده ما جيتش دير السوريان، وانبا ساوفيلوس بعت لك الميه والاكل. انبا ساوفيلوس رئيس دير سوريان عظيم، انا احبه كتير. كمان رهبان دير سوريان كلهم انا احبهم. احنا كلنا بنحبك يا ابونا عبد المسيح. كمان انت ابا انطونيوس
راهب بسيط في معكن في ملبس. ليك عندي معزة كبيرة يا ابونا. انت اللي ليك محبة كبيرة عندي. عارف ابا انطونيوس؟ لا يا ابونا. راهب دي في دير عامل زي سمك في بحر. سمك يطلع من بحر يموت، راهب يطلع من دير يموت. طب ما اقولك على حاجة، ما تيجي ناكل وبعد كده نقوم نشتغل شوية. لا لا ابا انطونيوس، النهاردة عيد ملاك مخائيل، نصلي وبعدين ناكل مش نشتغل. قوم. باسم الاب وولد باسم الاب ومنفس قدوس والروح القدس أهد أملاك. آمين. أبونا زبا سماياك، يتقدس اسمك، تمساء من جسدك، ويكون فك أداك بكم وبسماء كما هو بمتر سيسين زلالة ولا تنم حافنا يوم. بس يا سيدي، وعد يقول لي انت مش يطلق مراتك، في طفل في ولد وسابني ومشي. لكن بصراحه كده ابو غيور، يعني وانت كنت ناوي تطلق مراتك؟ ما هو دي اللي هيجنني واللي خلاني مش عايز اتكلم. احنا كل الحكايه اننا يوميا نديب بخناقه بسبب موضوع الخلفه دي. ما انت عارف عدم الخلفه بتخلي الواحد مش طايق نفسه. برضو انت ما ردتش عليا وقلت لي انت ناوي تطلق مراتك. بصراحة انا عمري ما قلت لها الكلمة دي، لكن بيني وبين نفسي كده انا ناوي. يا ابو غيور يا ابو غيور، ده انتوا بقالكوا سنين متجوزين وما بنخلفش، وانا عاوز عيل يملى عليا البيت، وعشان الحالة مش متيسرة اجلت الطلاق، وقلت في عقلي بالي اهي قاعدة في البيت لحد ما الحال يتعدل وبعدين اطلقها واتجوز غيرها. اللي اقولي صحيح، هو الراجل ده شكله ايه؟ هو قصير واسمراني ولابس عمه بيضه وكلامه كده زي ما يكون مش مصري. انت أيوة. مش يطلق مراتك، في طفل. لا مش مصري مش مصري. طب بقول لك ايه، سيبني يومين كده وانا اتقص لك واعرف لك هو مين. ماشي يا شيخ المخبرين. امبارح ليه؟ وبعدين احنا مش متعودين نشوفك كده، احنا بنشوفك كل يوم سبت بتيجي تاخد الاكل والميه. ايه اللي جابك في وسط الاسبوع؟ ابونا جورج مكسور وانتم مش تعرفوا. يا ابونا بنقول لك ابونا جورج في قلايته من امبارح بالليل. ابونا جورج مكسور كسوره وانتم مش تعرفوا، انتوا سايبينه لحد دلوقتي وانتم مش تعرفوا. ابونا جورج جيتوا كسور كسوره، ابونا جورج مكسور كسوره وانتوا مش تعرفوا. ابونا جورج مكسور كسوره وانتوا مش تعرفوا. ابونا عبد المسيح عاوز ايه؟ مش عارف، بس بيقول ان ابونا جورج مكسور. وابونا جورج فين؟ في قلايته من امبارح بالليل. ابونا جورج؟ ابونا جورج ابونا جورج ابونا جورج ابونا جورج ابونا جورج ابونا جورج ابونا جورج. اللي حاسس في نفسي يا ابونا ان ابونا جورجي يتنيح من امبارح بالليل واحنا ما نعرفش عنه اي حاجه. الله ينيح روحه يا ابي. الله يرحمه. الله، امال ابونا عبد المسيح عرف بنيحته ازاي وهو في المغاره هناك؟ يا حمل الله خطيت العالم، اسمعنا رب وارحمنا. مين كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب وارحم. كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله. كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب كده. أبا كيرولوس كده تسيب طقس راهب متوحد تبقى بطرك؟ خايف عليك بابا كيرولوس، خايف تنسى رهبنا وياخدك كرسي باباوي
مشاغل كتير كتير. خايف عليك بابا كيرلس تنسى حياة رهبنا. ما تخافش يا ابونا عبد المسيح، ما تخافش. مسؤوليات بطرك كتيرة، مسؤولية تكبر حياة رهبنا تقل. اطمن يا ابونا عبد المسيح، اطمن. ربنا يقويك بابا كيرلس، ربنا يقويك. نهارك سعيد يا ابو غيور. اهلا اهلا. عامل ايه؟ الحمد لله. اقعد. عرفت لك مين يا ابو غيور اللي جه وخبط على بابك؟ مين ده يا سيدي؟ ابونا عبد المسيح الحبشي من الحبشه، بلد كده تبع اثيوبيا، وهو راهب هنا جنبنا في ظل البراموس. راهب يعني بيشتغل ايه؟ ده راهب يا ابويا، راهب شغلته انه يصلي ويعبد ربنا كده بس. ابونا عبد المسيح ده فيه شيء لله. انت مش يسيب مراته؟ في طف في ولا مش يسيب مراته؟ في طف في ولا. ابونا عبد المسيح، كنت عايز اعمل لك باب للمغاره بتاعتك دي. ليه ابا انطونس؟ ليه؟ بص اهو. دي باب بتاعي يا ابونا عبد المسيح. العقارب هنا والتعابين كتيره وانا خايف عليك. ابا انطونيوس راهب دي عامل زي اسد في بريه، اسد يخاف يفقد ثقه في نفسه وحوش تهاجمه، ايضا راهب يخاف يفقد كرامه بتاعه يفقد ثقه في نفسه شياطين تهاجمه تروح كرامته يبقى مكسور كسوره. يعني يا ابونا عبد المسيح مش خايف كده دي بيهاجمك ولا حاجه؟ ابا انطونيوس في دي بيهاجم دي. ربنا يحفظ عليك يا ابو العبسين. انا عايزك تاخد بالك من صحتك وتهتم باكلك. طبعا كلامي ده مش عاجبك بس انا خايف عليك. مش يخاف ابا يوسف، مش يخاف، في يسوع معايا. يسوع قول لي يا ابونا، انت بقالك زمن عايش هنا، وفين وفين تيجي الدير تاخد المية والأكل؟ قول لي يا ابونا انت بتتناول امتى؟ ما بتردش ليه يا ابونا؟ نجعل متشبهين بملائكتك يا رب رحمك. اهلا، انت فين يا راجل يا بركة؟ انا بدور عليك. في طفل النهاردة، في ولد. تصدق مراتي بتولد جوه؟ يبقى في طفل في ولد. في ولد، في ولد النهاردة، في ولد. ولد ولد يا ابونا، يا ابونا عبد المسيح انت رحت فين يا راجل يا بركة؟ في ولد. شوف اباتي انطونيوس. ايوه ابن عبد المسيح. احنا رهبان في حبشه نحب نعيش في مغاره في صحراء. زمان زمان لما كنت في حبشه يسوس خريستوس ينادي عليا. جبر خريستوس يسيب اهل واصدقاء ومال واجي ماشي 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 ماشي، اجي دير براموس، دير أم النور. أنا أقعد في دير براموس، أعرف يسوس من دير براموس، يسوس خريستوس ينادي أبا أنطونيوس، يقعد في دير سريان، يعرف يسوع من دير سريان. طب وإزاي أبونا عبد المسيح الراهب يكون مع المسيح؟ بص يا باتي أنطونيوس، دي مدينة كبيرة ودي قصر بتاع ملك كبير في مدينة، ودي راهب صغير مواطن في مدينة. مواطن صغير في مدينة يحب الله، يطيع الملك، يحترم نفسه، يحب أخيه كما يحب نفسه. ملك في قصر
يجيبه يسكن معاه، يسكن مع المسيح. أما المواطن ده إذا عمل تمرد على مملكة بتاع مسيح، ملك بتاع قصر، يطرده برا مدينة، يروح كسور كسورة. يلا أباتي أنطونيوس، خد اقرا لي مزامير النار. تفضلي يا أباتي. شفت يا اخويا، ياما قلت لك وما سمعتش كلام، قلت لك ان ربنا هيراضينا وكله بمشيئه الله. بركاتك يا ابونا عبد المسيح، بركاتك يا راجل يا بركه. فعلا يا اخويا الراجل ده بركه قوي. انا لازم اروح ازوره واخد له معايا زياره. عندك حق. وفضلت ادور عليك لحد ما اخواتك الرهبان دلولي على مكانك. في طفل جالك ولد مبروك. ده انت اللي راجل مبروك. شوف يا ابونا، انا بشتغل بقال وعندي دكان بقاله، وربنا مبارك. اي طلبات من الدكان تحت امرك، وعندي عربيه جيب تحت امرك، عربيتي انت وكل الرهبان اللي في وادي النطرون. انت تشرب ايه؟ انا شربت وكلت وشبعت من بركتك يا ابونا. واسيبك بقى عشان تشوف شغلك. بالاذن يا ابونا. اديك وقعت من طولك يا ابونا. يا ابونا بنتحايل عليك تروح لدكتور وانت اللي مش راضي. انت لازم نوديك المستشفى. ايوه يا ابونا، صحتك غاليه علينا. يسوس خريستوس هو طبيبي. يسوس خريستوس هو قوتي. يسوس خريستوس هو صحتي. انت صلي لي يا ابونا. انت كمان صلي. انت صلي لجبر خريستوس يبقى كويس. سلام يا ابني. انت منين يا ابونا؟ انا من دير البراموس يا سيد. دير البراموس. أخبار أبونا عبد المسيح الحبش إيه؟ كان تعبان شوية. الحمد لله، بس قدستك عرفت مين؟ سلام يا ابني. سلام. سلام. خير يا دكتور؟ طمني. ما خبيش عليك يا أستاذ راهب، أبونا حالته الصحية تعبانة أوي، وده عشان معدته صغرت عن حجمها الطبيعي، وده طبعا نتيجة الصيام وعدم الأكل. طب والحل ايه يا دكتور؟ الحل ان ابونا يمشي على النظام اللي انا كاتبه له، والا حالته هتسوء. انتوا بترغوا بتقولوا ايه؟ يا ابونا الطبيب بيقول انك لازم تاكل كويس عشان تبقى كويس يا ابونا. انا ليا طبيب كبير، دي طبيب مش يفهم. انا باكل كويس وليا طبيب كبير هو الشافي. يلا. دي مش يفهم. ربنا هو الشافي، طبيبي الكبير. ما تاخذنيش يا دكتور، ما تاخذنيش يا ابونا عبد المسيح. يا ابونا سامحني بابا كرولوس. اهلا يا ابونا عبد المسيح، اتفضل. سامحني بابا كرولوس، انا عاوز استريح. اتفضل يا ابونا. لا مش تعبان يعني، عايز اقعد. انا عاوز استريح في مغاره بتاعي. معك حق يا ابونا عبد المسيح، انا جربت حلاوه الوحده والرهبنه
والهدوء. معاك حق في شعورك ده. خلاص بابا كرولوس، انت اتصرف، قول لهم يريحوني. حاضر، هقول لهم في الدير يمنعوا عنك الزوار. كتر خيرك بابا كرولوس. مال القربانة دي بتاع مين؟ دي قربانتي كنت هاكلها، لكن انت النهاردة ضيفي، هناكلها سوا وحدبت معايا، عشان مش معقولة حسيبك تمشي بالليل لوحدك. كتر خيرك، بس انام في مكان انا استريح فيه. حاضر. باركني بمسكال. حاضر يا ابونا. وادي المسكال. كتر خيرك بابا كارولوس. تعالى يا ابونا عبد المسيح هيبايت معانا النهارده في البطرخانه، وبقول لهم في الدير يمنعوا عنه الزوار، يمكن ربنا يرفع غضبه عن العالم بسببه. حاضر يا سيد. انا كل مره كنت بشوفه كان بيبعت لقداستك السلام. وانا اجي فيه ايه يا ابني؟ ابونا عبد المسيح ده من الاباء السواح. مش كان احسن يا ابونا تنزل عند البيت بدل النوم على البلاط اللي انت فيها دي؟ بص راجل المفتاح، راي بينام على حرير يبقى مش راي، يبقى بني ادم. طب ايه رايك، تحب تروح اي مكان تاني قبل ما تروح الدير؟ لا عايز اروح، وديني دير. بين ايديك بل اشمع في وسط الظلام، والقى فيك عمري اللي كان زمان حطام، وفي عينيك راحة. يا رب يا سوح، يا رب انقذنا. انا مش عارف اعمل ايه. يا ترى دير السريان من هنا ولا من هنا؟ يا رب ارشدني، انت عارف ان انا ضعيف وتعبان. ارشدني يا رب، يمكن يكون من هنا. انت عايز يروح فين؟ بسم الله يا ابو الابن والروح القدس. ابونا عم المسيح، انت جيت من ايه؟ انت عايز يروح فين؟ انا عايز اروح دير السريان وتعبان ومش قادر امشي. خلاص، يبقى تنام هنا الليله، وبكره الصبح يمشي من هنا تروح دير السريان. ايوه وتسابونا، بس انت عارف هنا الصحراء خطيره وفيها عقارب وتعابين والحاجات دي. انت مش يخاف، انت نام هنا جوه دايره دي، مش يخاف. ارشم صليب هنا، واحد صليب من هنا، واحد صليب كده. يلا نام. حاضر. نام مش يخاف. حاضر. الواحد أول مرة ينام نومة زي دي. الله يبارك لك يا أبونا عم مسيح. بس هو قال أمشي إزاي؟ كده؟ لا أمشي كده. أيوة أنا متأكد. خلاص
خلوا بالكم، ربنا يرعاكم، ربنا يدبر كل أموركم. أبو شنودة أبونا عبد المسيح، إيه اللي جابك من غرفتك دلوقتي؟ بابا كيرلس تعبان. بابا كيرلس تعبان؟ ما إحنا عارفين إنه تعبان والكنيسة كلها بتصلي له. بابا كيرلس تعبان يجيب دم من بقه. بابا كيرلس تعبان يجيب دم من بقه. بابا كيرلس تعبان يجيب دم من بقه. يا ابونا نصلي علشان ربنا يبعت لنا راعي للكنيسة بدأ المتنيح البابا كيرلس. الجنين في بطن أمه، عارف؟ لو الجنين في بطن أمه راسه لأسفل ينزل بسلام، أما لو كان الجنين وضعه معكوس هو وأمه في خطر. انت مش فاهم بصراحة يا ابونا، انا مش فاهم قدسك تقصد ايه بالظبط. اذا كان بطرك كويس يبقى كنيسة مستقيم. بطرك كويس جاي، بطرك كويس جاي. نحن المطارنة والاساقفة والكهنة والشمامسة وكل الشعب المحب للمسيح اتفقنا جميعا بطيب قلب، فانتخبنا الأنبا شنودة بابا وبطريرك ورئيس أساقفة للكرسي الرسولي، كرسي القديس مرقس الإنجيلي. أنا هو الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني وأنا مالك يا ابونا عبد المسيح؟ مش عوايدك؟ لا مفيش حاجة أبا شنودة، مفيش حاجة، تعبان بس. تعبان؟ تعبان من إيه؟ أنت بتتكلمش ليه؟ أنت هتقلقني عليك، في حد من أبائي زعلك؟ ولا في حاجة هتحصل في الدير؟ لا أبا شنودة، لا 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 مفيش حاجة، لا أنا بس تعبان، عاوز أسافر، عاوز أسافر. سافر؟ خلاص أبا شنودة، خلاص. فيش قدر في رجلي، فيش قدر في رجلك، فيش قدر في رجلي ماجد في الأرض، كله مستني سفر، كله عاوز يسافر، كله عاوز يسافر. خلاص بقى أبا شنودة، عاوز أسافر. يسوس خريستوس، إحنا بنيجي العالم بلا شيء ونخرج منه بلا شيء. زمان زمان يسوع المسيح أنا كنت راهب في حبشة، أنت ينادي علي، قلت تعالى يا جبرة، تعالى يا جبرة،
أنا جيت يا رب يسوع المسيح، جيت من حبشة أثيوبيا، ماشي ماشي جنب النيل لأرض مصر. مصر مهد رهبنة، مصر أباتي أنطونيوس، أباتي بولا، أنبا مقار، كمان مصر عائلة مقدسة يزور مصر، مصر تاخد بركة. بس عائلة مقدسة رجع أورشليم، أنا كمان يا رب يسوع المسيح عاوز أروح أورشليم. طب إزاي؟ إزاي؟ أنا جيت يا رب من حبشة أقعد في دير براموس، عائلة مقدسة يجي هربان من أورشليم يقعد شوية ويمشي يرجع أورشليم، أنا كمان عايز أروح أورشليم، عايز أروح قدس، أمشي في طريق آلام، أشوف طريقك يا يسوع المسيح. طب إزاي؟ إزاي؟ جبر خريستوس يروح أورشليم إزاي؟ قول لي يا ربي، أنت نادي عليا، نادي عليا يا رب يسوع المسيح، قول لي جبر تعالي أورشليم. أنا هطلع من مصر أروح أورشليم، طب إزاي؟ أباتي مينا المتوحد، بابا كورولوس، تنيح، أباتي أنطونيوس راهب دير سوريان، يبقى بطرك مصر، بابا شنودة الثالث، بابا شنودة الثالث، حبي جبرة خريستوس، بابا شنودة الثالث هو يسفر جبرة خريستوس، يقول له روح أورشليم، جبرة خريستوس يروح أورشليم، بس أنت نادي علي يا رب يسوع المسيح، يلا بابا شنودة الثالث هو يسفرني أورشليم، يلا جبرة، بابا شنودة الثالث، بابا شنودة الثالث، قول لي سافر، أنا سافر، يلا، أنا أسيب مغارة وأروح أورشليم، بابا شنودة الثالث ينادي عليا، بابا شنودة الثالث هو يسفر جبرة أورشليم، بس أنت نادي عليا يا رب يسوع المسيح، أنت نادي عليا يا رب يسوع المسيح، أنا أجي أورشليم، بابا شنودة الثالث يسفر جبرة أورشليم. بابا شنودة، أنا عاوز نسافر القدس. القدس؟ قدس إيه يا أبونا عبد المسيح؟ أنت لسه تعبان، لازم يشوفك الطبيب الأول. الطبيب إيه بابا شنودة؟ أنت خلاص مش بقيت بطرك؟ أنت باركني بمسكال، أنا بقى تمام. خلاص يا أبونا عبد المسيح، أنا هباركك وتقعد معانا هنا في الأمبرويس شوية، وبعد كده نبقى نشوف موضوع القدس، عشان ده محتاج ترتيبات. اتفقنا أبونا عبد المسيح؟ ربنا يبارك. بص يا ابونا عبد المسيح، انت صحتك اليومين دول مش عجباني، عشان كده انا استأذنت سيدنا اخدك تقعد عندي في البيت شهر ولا اتنين لحد ما سيدنا خلص لك اجراءات السفر، ايه رايك؟ بابا شنودة يوافق؟ وافق سيدنا. عموما يا ابونا عبد المسيح، انا عملت لك جواز سفر وخدت لك تأشيرة من السفارة الاثيوبية،
وصالح هكون مدة سنتين وهتسافر بيروت عن طريق البحر. كتر خيرك بابا شنودة. أبونا عبد المسيح. كتر خيرك. باركني بمسكان. أبونا عبد المسيح في أيامه الأخيرة فكر إنه لازم يروح القدس، يروح أورشليم يعني، واللي عايز يروح أورشليم ما سماهاش القدس. ففات عليا برضه في الوقت ده، كنت أنا في البطريركية، فقعد في أوضة التليفون اللي في وش مبنى أمبرويس كده، قعد بلقط ونام هناك، وقال لي عايز يروح القدس. قلت له طيب، ياخد طيارة؟ مش ممكن يركب طيارة. يبقى تركب طيارة. قال لي أنا أروح كده 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 كده. قلت له كده إيه؟ ده في حرب بيننا وبين اليهود، تمشي كده كده يمسكوك في السكة. أخيرا خدنا واحد من أولادنا الأحباش اللي في الكلية الإكليريكية، خدوا بالسفينة من السفن بآخرة يعني، وده للأردن ومن الأردن لإسرائيل، وبعد كده لم نسمع عنه شيئا على الإطلاق. رجل المغارة العظيم ذهب إلى أورشليم. بدور على مغارة أبونا عبد المسيح الحبشي. بس ده سافر من زمان. أنا عايز بس أزور المغارة، أنا عارف إني مسافر. مغارة هناك. طب أنا كنت كان ممكن العالم يشد سكته، لكنه كان بايع ورسال كل شيء. كان الشيطان يندهوه ويسكته بالاتضاع وبساطة القلب البريء، بالاتضاع وبساطة القلب البريء. كان ممكن العالم يشد سكته، لكنه كان بايع وساب كل شيء. كان الشيطان يندهوه ويسكته بالاتضاع وبساطة القلب البريء، بالاتضاع وبساطة القلب البريء. لم تعرف الرحمن القبطية طوال عصرنا الحاضر راهباً عاش في حياة الوحدة، وثبت فيها بكل ما تتطلبه من نسك وفقر وصبر وبعد عن المناصب والأرقام، مثلما عرفت الراهب عبد المسيح الأثيوبي. كان الصليب هو سلاح قوته وسط المغاير والشقوق، عاش في حماه. كان المسيح دايما
دايما معاه في غربته وازاي موت اللي إله إلى حياة وازاي موت اللي إله إلى حياة كان الصليب هو سلاح وقوته وسط المغاير والشقوق عاش في حماة كان المسيح دايما معاه وازاي موت اللي إله إلى حياة وازاي موت اللي إله إلى حياة الدنيا عشرين إنما والألف يوم ممكن يساني لحظة في حضن المسيح حضن Yeah.